اقعد معاه. لا يحق لأي أحد أن يختلف معه إلا من على شاكلته، من في مستواه. ايوه على نفس مستواه، يعني قدامك دوت 13 ليفل تغلب الوحش وبعدين بعد كده تقعد مع الرئيس. احمد ربنا انتوا بتكلموا الرئيس، احمد ربنا انتوا طلعتوا من هناك على رجليكم ما تلمتوش الاسود، وبعدين تطولوا الحوار اساسا كان مليان اخطاء مهنيه، انتوا ما سمعتوش الشعب قال عليكم ايه؟ كل بيشتكي من المحاورين اللي كانوا بيحاوروا الرئيس بالامس. ده قله ادب وسفاله يا راجل. لا دي غير، دي غير وايه اللي زنينا واحده متبرجه كانوا يقعد مع امراه متبرجه ليه؟ يا شيخ محمود هتقولي راجل وبعدين جابوا لك راجل؟ جابولي راجل الله هتقولوا راجل يا جدعان. ما تجيبوا له راجل يا جدع، انا لو فاضي اروح له والله العظيم بس مشغول. انا بس الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي انا عايز اسال سؤال واحد بس، هي العربيه اللي كانت معديه تحت دي قدامهم دي بولينيزي؟ هي قنوات دينيه بس مليانه شقاوه برضه.